انا مصطفى خضر مواليد اسيوط خريج كليه تربيه نوعيه بمارس نحت من 2005 يعني بدات ممارسه فعليه من 2009 تقريبا اول مشاركه ليا كانت صالون شباب من الوقت ده وانا شغلني موضوع ازاي اعبر عن نفسي ازاي اضيف حاجه في مجالي في النحت بتمثلني بتعبر عن شخصيتي كان طول الوقت موضوع فكرة العالم الموازي اللي هو الواحد بيعيش خيالات وبيعيش أحلام طبعا بتبقى في أوقات هو بينفرد بنفسه بيبقى له عالمه والكون بتاعه الخاص بيبقى فيه طبعا هو بيشوف من جوه عالمه ده الناس بشكل مختلف بيشوف الكائنات اللي حواليه بشكل مختلف طبعا كان مهم وده كان موضوع بحثي ان انا اوصل للمعالجه البصريه اللي اقدر اصيغ بيها العالم بتاعي الخامه موضوع مهم بالنسبه لي شغلي طبعا كنت بشتغل طينه بحب الطينه جدا وحاسس ان هي الاول والاخر بالنسبه لي في النحت بس مؤخرا كده اتعرفت على خامه الحديد والتشكيل بالحديد سحرتني شويه فكره ان انا انحت بشكل مباشر ببني السطوح بتاعتي بشكل مباشر مش محتاج ان انا اخرج من كتله مبهمه لا انا من اول خط بحطه وانا ببقى شايف التكوين بتاعي والفورم النهائي هيبقى عامل ازاي جزء كبير جدا من التشكيلات اللي انا بعملها او الكائنات اللي انا بعملها ساعات ببقى انا جوه الكائن ده يعني فكرة التحول أو التطور أو اللي أنا بتناولها في الأعمال بتاعتي شوية ده نابع من جوايا أنا دي شخصيتي أنا كان الموضوع بالشكل ده طبعا واخد أبعاد تانية فكرة التحول إن أنا أبقى الشخصية الفلانية وأعدي بموقف معين فأبقى شخصية تانية ازاي بدأت وازاي بتبدأ تتطور وتكون معرفتك وتكون مفرداتك اللي بتعبر بيها عن نفسك